ومن ضمن الفنانين برضو امبارح ما كانوش مهتمين بالدريس كود اللي انت كان ليك تسمين مميز عملتيه، وكان برضو عمل رد فعل كويس على السوشيال ميديا امبارح والناس كلها عجبت بالتصميم. كلميني عن ده. عايز اقول لك حاجه، انا الدريس كود بتاعي امبارح كان يعني جميل جدا، ما فيش حاجه اسمها مش التزام. هو استاذ حسين قال انا مش عايز حاجات يعني مش غريبه، ده انا كنت بتكلم يعني الدريس بتاعي كان بيتكلم على السينما المصريه وزي حفاوه يعني انا بعمل حفاوه واعجاب بالنجوم والنجمات زمن الفن الجميل وزمن الفن الحالي، علشان ان احنا نعمل يعني اعتزاز بيهم، وده مهرجان السينما وهم دول مؤسسين السينما، فالدرس مش غريب خالص، بالعكس انا بقالي 6 شهور بفكر فيه. الجميل كانت بتصل على السوشيال ميديا صوره هند عاكف، قصدي نعيمة عاكف على الفيلم، عارفين مدى قرابه بقى عمتي نعيمة عاكف طبعا، يعني انا ملكه الاستعراض نعيمة عاكف طبعا عمتي، وفعلا انا حبيت احط صورتها هنا في الصداره، وصورتي بقى انا يعني حيز شويه يا جماعه. طبعا صوره الاستاذ حسين فهمي كانت في النص، هو نجم الحكايه طبعا رئيس المهرجان، وكانت في بقى صور كتير الاستاذ احمد زكي والاستاذ محمود عبد العزيز والاستاذ نور الشريف. انتي لبس النهارده اسود وكده يعني كدريس كود والتزمتي علشان ما يحصلش؟ لا 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 ما بي يعني بصي يعني انا الموضوع اساسا الدريس بتاعي ده عادي جدا يا جماعه يا جدعان، ويعني بنتكلم الدريس بتاع امبارح يا جماعه ما كانش في مشكله خالص. الاستاذ حسين فهمي كان بيتكلم على الدريسات اللي هي ممكن يعني سوري تصير الجدة، زي مثلا ما انا لابس بدله سموكي والبس كوتشي او البس شورت او البس، يعني كان بيتكلم كمان للرجاله اكتر، لان السنه اللي فاتت الناس كانت لابسه شورتات ورايحين البلاج، وانا ما بعملش الكلام ده، انا البس فرعوني حضاره بلدي الترند بتاع السنه اللي فاتت. البس السنه دي مثلا عندك مثلا البس السنه دي الدريس اللي عليه نجوم مصر وفنانين مصر، وان المهرجان ده اتعمل علشان ده شيء جميل. انا عايزها في الخناقه بتاع امبارح دي كانت ليه؟ انا جامد لا هو حصل سوء تفاهم وخلاص، يعني سوء تفاهم وخلص انتهى، تفاهم وعدى يعني طبعا. وانا انا انا يعني مبسوطه وجايه النهارده معاكم يا جماعه. يا جماعه ده مهرجان بلدنا، ده مهرجان بلدنا، مفيش اي حاجه تسئل المهرجان، اي حاجه لازم نتغاضى عنها. هندي انت لبستي الفستان اول يوم علشان الترند زي ما بيقولوا السوشيال ميديا وكده، عايزك ترد عليهم بقى. حتى لو انا لبست الفستان علشان الترند، طالما فستان محترم وطالما فستان يليق بالمهرجان وعليه يعني النجوم بتاعتنا يا جماعه، زي ما قلنا شويكار وباحث الالقاب طبعا، و وي اخترت الفنانين حمامه يا هند، اخترت الفنانين على الدرس بتاعك على حسب اللي بتحبيهم ولا بحب كل انا بحب كل النجوم على فكره، وكان نفسي احط كل النجوم، يمكن حتى في ناس من جيلي موجودين على الدرس. انا حبيت اعمل جميع الاجيال يا جماعه، والناس كلها تبقى موجوده، وان حاجه تبقى لطيفه يعني بس كده. مصطفى فهمي سالك على صورته. مين؟ استاذ مصطفى. يا شيخ الدريس اعجب بيه جدا وقال لي فين صورتي، قلت له صوره الاستاذ حسين اهو. بس يا جماعه انا عايزه اقول بس ان اي سوء تفاهم بيحصل احنا اسره واحده ومفيش اي مشكله يا جماعه. تمام، ميرسي جدا يا ميرسي جدا ليكم، كل سنه وانتم طيبين.